تمكن عناصر فرقة البحث وتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الواد في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. العملية جاءت بعد استغلال معلومات حول عزم أحد الأشخاص لنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية المتأتية عن طريق التهريب. يتم وضع خطة عملية مسندة بعمل سعاتي محكم مكنت من تحديد هوية المتورط في القضية. العملية أسفرت عن حجز 30 ألف كبسولة من مواد سيدرانية التي تدخل في تركيبها مواد مهلوسة ومؤثرة عقلياً. بعد إستكمال إجراءات التحقيق في القضية سيتم تقديم المتورط في القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.